بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد. شركة الدليل الوضح للتعليم والتدريب، كلية تقنيات الهندسة النفطية، Applied Reservoir Engineering، هندسة المكامن التطبيقية. Lecture 4 يعني المحاضرة الرابعة، فصل السادس، 6th semester، تحت الإشراف الدكتور فارس فتحي. سوف يتم تكمله باقي المحاضرات. نحن في المحاضرة السابقة قضينا أنواع المكامن، سواء كان يعني أنواع المكامن سواء كان كلاستيك ولا كاربونيت. عرفنا الكلاستيك عندنا الساندستون، والكاربونيت عندنا دولومايت واللايمستون. كذلك شرحنا السورتينج وشرحنا البوروستي. البوروستي في الكلاستيك تختلف عن البوروستي في الكربونيت. وعرفنا في الكلاستيك التقسيم البوروستي يعتبر من البور فير جود اكسلنت، لكن في الكربونيت شكل اخر. وكذلك السورتينج، السورتينج خذينا ينقسم الى خمس انواع تقريبا، خمس انواع لنا فيري بور سورتينج والبور سورتينج او البور سورتد، وعندنا intermediate sorted، وعندنا well sorted، وعندنا very well sorted. وبذلك ربطنا البوروستي مع sorting، وعرفنا ان كلمة زيد البوروستي وزيد معها sorting. هذا بالنسبة للكلاستيك. لكن توا حنخشوا في الجانب الثاني من الـ من الـ من الرزوفوار اللي في السيديمنتري روكس. نحن عرفنا ان الرزوفوار في السيديمنتري روكس يوجد الكلاستيك ويوجد الكربونيت. توا حناخذ باقي أو تكملة محاضرة اللي فاتت أو المحاضرة الثالثة على الكربونيت. نحن خذيناها لكن تو حبينا نزيدوا نعودوها أخرى من جديد، حتى اللي ما فهمش من المحاضرة اللي فاتت ممكن يزيد يفهم من المحاضرة هذه على البوروستي الموجودة في الكربونيت أو الكربونيت روكس، وكان في الدولومايت ولا كان في اللايمستون. وزي ما قلنا نحن عادة الدولومايت تكون البوروستي أفضل من اللايمستون نتيجة عملية السبستيوشن اللي يصير ما بين العنصر المغنيسيوم والعنصر الكالسيوم، وبذلك البوروستي تكون ضجي أفضل في الدولومايت من اللايمستون. هذا علاش بعض الجيولوجيين عادة أو المهندس النفطي عادة يفضل الرزوفار يكون دولومايت أفضل من اللايمستون. الكربونيت رزوفار، تو نجو ناخذ الكربونيت رزوفار. الكربونيت رزوفار زي ما قلنا عندنا لايمستون وعندنا الدولومايت. في المحاضرة السابقة نحن ذكرنا الكلاستيك رزوفار هو الساندستون، لكن تو حنوصف الكربونيت رزوفار هو لايمستون والدولومايت. طبعا التركيب الأساسي لللايمستون لابد يتوفر عن ثلاث شروط مش يتكون صخر اللايمستون. لابد يتوفر الماتريكس والسمنت المادة اللاحمة والجرين سايد أو الجرينز أو بين قوسين ممكن نحطهم احنا الفشلز. الثلاث أشياء هذين المثلث هذا لابد إذا كان في وحدة ناقص مش هيتكون الكربونيت روكس. لابد يتوفر ثلاث شروط، عندنا الماتريكس، هذه الماتريكس هي المادة زي ما نقولوا نحن تكون لاحمة بين الجرينز كلها. عندنا السمنت المادة اللاحمة بين الجرينز من الجرينز، وعندنا الفوسلز او الجرينز يعني على حسب. اذا كان انت زي ما قلنا نحن في اللايمستون ان الكربونيت روكس ينقسم الى اورجانيك والان اورجانيك، اذا كان اورجانيك معناه حيكون فوسلز، واذا كان ان اورجانيك معناه بيكون جرينز او كريستالاين او كريستالاين جرينز يعني او كريستالاين بارتيكلز. هذا بالنسبة للكربونيت روكس. الكربونيت روكس طبعا رمز الكيميائي لللايمستون هو عبارة عن CaCO3. هذا تركيب الكيميائي، وهو عادة يتكون من الصدفات البحرية. هذا هو المقصود به الفوسلز. الفوسلز هن الصدفات البحرية الموجودة في الروكس. هذين عادة نحن نشوفه فيه ممكن في الهاند سميسمنت عينين على اليد، أو ممكن نشوفه فيه عن طريق مقطع جانبي للصخر او ما يعرف بالثن سكشنز. الثن سكشنز هذين نشوفه من نحن البوروستي، لان البوروستي ما نقدرش نشوفه بالعين المجرده، وكذلك نشوفه بيه حتى ممكن الماتريكس.
ونشوفوا بها الفوسلز. يعني الوصف الدقيق للكربونيت عادة يكون تحت الثن سكشنز. نفس ما عندنا في الإشكال التالية اللي على اللي صار هذينا، على اللي صار هذينا هذينا كلن صخور يعني كربونية. الصخور الكربونية دي المفروض من المقطع جانبي وتم تلصيقها بالجلاس، والجلاس هذه يتم تلصيقها بلصقه اسمها كندا بلزم، ولصقوا فيها في جلاس شريحه معينه. بذلك مش انا ندرس الصخور هذين تحت الميكروسكوب، لان البروستي والفوسلز هذين حاجات يعتبر المايكرو حاجات دقيقه لابد نشوفها، لابد نشوفها نحن تحت الميكروسكوب. نجو طبعا هنا عندنا نحن اربع انواع من البروستي. رقم واحد عندنا حاجه يسموها فيها الانتر بارتيكلز او انتر جرانولار بروستي، هذا رقم واحد. رقم اثنين عندنا الانترا بارتيكلز بروستي، ورقم ثلاثه عندنا انتر كريستالاين بروستي، ورقم اربعه عندنا المورديك بروستي. البروستي هذه طبعا احنا خذينا تعريف البروستي، البروستي ان جنرال يعني هي عباره عن حجم الفراغات على حجم الصخر الكلي، هذه المسامية، ويرمز لها بالرمز فاي. وحدة قياسها هي بالوحدة المئوية، بالوحدة المئوية هي البرسنتج. والبروستي نحن زي ما عارفين أن يوجد نوعين من البروستي في الأصل. مسامية أولية هي تحدث أو تتكون أثناء الترسيب during depositional، و المسامية الثانوية هي اللي تكون عادة بعد الترسيب نتيجة عملية الدايجنسز اللي يصير في الصخر، والدايجنسز هذا هو معناه عملية التحور للصخر نتيجة عملية الفلويدز أو نتيجة عملية الفراكشرنج أو نتيجة عملية الديسوليوشنز. بذلك هذه تكون السكندري لأن هي تأتي بعد عملية الترسيب. نجو توا النوع الأول عندنا الانتر particle or intragranular porosity. تعريفها هي عبارة عن pore spaces between particles or grains similar to most sandstones. يعني هي عبارة عن مسام ما بين البارتيكلز أو ما بين الجرينز. زي ما نحقوا نحن هنا عندنا الأشكال هذين غريبة، وفي بعدين أشكال على اللي صار يعني هذا هو thin sections بالنسبة للصخر الكربونيت. طبعا هذا limestone. بالنسبة للشريحة الأولى اللي على اللي صار طبعا هذين نحقوا فيه نحن fragments أو أجزاء متكسرة من الفوسلز من الأحفير. بينما الثانية طبعا هو الأوويدز، الأوويدز هذا عبارة عن كاربونيت. يعني عندنا thin sections يوضح لنا نوعين thin sections هذين. النوع الأول طبعا هو عبارة عن ممكن نحن نشوفه حتى في السيمنت في بالنسبة للthin sections الأول. نحقوا هذا النوع الأول هو عبارة عن gastropods، الطرف الموجود في النص موجود زي الهرم، حنقو في جنبه زي السنون. السنون هذا هو مقصود به السمنت، والسمنت هذا نوع عادة يقولوا فيه دروزي نوع السمنت. السمنت زي ما قلنا عليه هذا هو المادة اللحمة، يعني هذا النوع هذا هو الشرط الأول يتكون فيه الفوسلز. يعني لابد يكون عندي سمنت المادة اللحمة بين الجرينز، وعندي فيه الماتريكس وعندي فيه الجرين سايز. الجرين سايز هنا بعد ما نشوفه حنقول كل الحفير. بذلك الصخر هذا حيكون لايمستون على حسب تقسيم لايمستون حيكون اورجانيك مش ان اورجانيك. ان اورجانيك عاده يكون جرينز او يكون كريستالاينز، بينما اللي باللون الازرق هذا هو عباره عن بورستي. الصبغه هذه نديروا فيها نحن الصبغه عاده هذه مش نحن نحدد بها البورستي. ريتو شنقال هو تعريفه هو بور سبيسز بتوين بارتيكلز اور جرينز. يعني بعد ما نشوفه نحن الشكل هذا اللي تلقاه زي الهرمي ما بين الجرينز اللي مقابلها او اللي في جنبها، حنلقوا فيه مسام فراغ. الفراغ هذا مدير باللون الازرق، مش احنا الصبغه هذه مش نعرفوا بها شنو البورستي. يعني معناها بعد ما نقول انتر بارتيكلز هي عباره عن بور سبيسز بتوين تو بارتيكلز، يعني معناها هي عباره عن مسام ما بين يعني سواء كان نوعين من الجرينز او نوعين من الحجم الحبيبي للجرين سايز او للجرين سايز نفسه. يعني هو عباره عن مسام ما بين تو بارتيكلز او ما بين جزئين او ما بين الجرينز. هذا هو المقصود ب الانتر بارتيكلز او انتر جرانولار بورستي. نجو النوع الثاني الانترا بارتيكل بورستي. الانترا بارتيكل بورستي هو عباره عن بور سبيسز within individual grains. يعني المقصود معناه هو المسام الموجود في الجرين نفسه او في الانديفيدوال
الجرينز نفسه. نجو هنا نبحثوا في الثنسكشن الاول والثنسكشن الثاني، لكن الترتيب الثاني نحن الاول هو الانترا، نجو تو الانتر، نجو النوع الثاني هو الانترا. حنشوفوا حنلقوا جرينز فوسلز ومتكسره من جوا وقاعده واللون الازرق باين. يعني هنا المسام وين جاي؟ جاي في الجرينز نفسه شو؟ يعني الجرينز سواء كان كريستالاين او سواء كان فوسلز، يعني هنا نحن نشوفه فين تقريبا فوسلز هذينا. سيلين عملية ديسوليوشن وقاعد البور سبيسز باين زي ما قلنا باللون الازرق. يعني هنا في الثانية ممكن عندنا نوعين من البورست، عندنا الانتر وعندنا الانترا. يعني الانترا ما بين الجرينز نحقه فيه، وكذلك عندنا الانترا قاعد ما بين الجرينز نفسها. يعني بعد ما نسألك نقول لك شو الفرق بين الانتر والانترا، ان الانترا تكون ما بين الجرينز والانترا تكون في الجرينز نفسها من جوا، نفس ما نشوفه فيه سيل عملية ديسوليوشن، بذلك معطيني نوع البروستي الثاني، هو بيعرف بالسكند او الانترا بارتيكل بروستي، وهذا يعتبر طبعا سكندري بروستي، ما يكونش يعني نتيجة عملية الديسوليوشن طبعا، هو معروف او معرف بالدايجنسيس. نجو النوع الثالث، عندنا الانتر كريستالاين بروستي. الانتر كريستالاين انا بنقول كريستالاين معناه نحن ماش عندنا حفير وماش عندنا فوسلز، لذلك انا عندنا جرينز، ان الكريستالاينز هذين ممكن تشوفون زي ما قلنا قاعد ما عندناش اشكال فوسلز، شوفون في على اليمين ولا على اليسار. الانتر معناه قلنا هو عباره عن فراغات موجوده ما بين جرينز، وبذلك هنا كلها واضح انه موجود ما بين جرينز زي ما قلنا، هو اللي باللون الازرق مش يوضح لي فيه الصبغه. الصبغه هذه نحن ندور فيها مش نوضحه في البروستي، وبذلك البروستي هذه تعرف بالانترا كريستالاين. علاش قلنا كريستالاين ما قلناش بارتيكلز او ما قلناش ني؟ لان نحن نشوفه في كريستالاين فقط، ما نشوفوش في فوسلز، ما نشوفوش في حفير. وهذه تعرف بالانتر كريستالاين بروستي. وانتر كريستالاين بروستي طبعا عاده في الدولومايت زي ما قلنا في المحاضره اللي فاتت، او الشكل المعين هذا جود الشكل جرين سايز هذينا رمبوهيدرال شيب، هذا ممكن نقول شكل زي المعين هيك، هذا هو معناه الدولومايت. الدولومايت هو عاده يتميز بان شكله رمبوهيدرال شيب، وبذلك زي ما حقه هنا هي عباره عن دولوماتيك لايمستون، يعني عباره عن دولوماتيك لايمستون. بعد ما نقول يعني 50% من الدولومايت و 50% من اللايمستون، بذلك الصخره هذه يكون دولوماتيك، هو عباره عن مكسد ما بين المغنيسيوم والكالسيوم. هذا هو المودي الانتر كريستالاين بوروستي. نجو النوع الاخر هو المودك بوروستي، هو هذا اخر نوع، هو بور سبيسز كريتد باي ذا ديسوليوشن اوف جرينز اند كريستالز. يعني نجو هنا في الشكل التالي هذا او الشكل الاخير المودك. المودك يعني زي ما قلنا عليه نحن هي الطابع، يعني الجرينز يجي الطابع نفسه وسيل عملت اذابه الشكل الشيب هو اللي قاعد، لكن واخذ الهارد بارتس والسوفت بارتس هو اللي دايب وقاعد شكل زي المولدز، يعني زي القالب البلوكس هذين. احنا عاده سواء البلوك 15 والبلوك 10 مش يحطوا فيه في قالب وبعدين القالب يطلع فيه، نفس الشيء الجرينز تكون ذايبه لكن القالب بتاعها شكله قاعد شكل جرينز. هذا هو يعرف ما بالمولدك بروستي او بور سبيسز كريتد باي ديسوليوشن اوف جرينز اند كريستالز. يعني زي ما نشوفوا اخر صوره اللي على اليسار هذه، حنلقوا هنا نوع من الفوسلز، الشكل قاعد شكل فوسلز لكن ذايب ريت زي ما يحقوا فيه شكل زي الورده هذه اللي على اليسار. هنا هذه جاستروبودز او البلاسيبودز. البلاسيبودز بعد ما نشوفوها حنلقوا هارد بارتس قاعد منها لكن اجزاء جوا ذايبه، يصير لنا عمليه ديسوليوشن، وهذا ما يعرف بالمودك البوراستي. يعني نحن توا عندنا زي ما قلنا الكربونيت الزفار، معناه نوصف انها في اما في الدولومايت او نوصف في لايم ستون، وبذلك البروستي هنا عنده وصفه معينه، يا اما نقول انتر يا اما نقول انترا. بالعكس زي ما قلنا الساندستون او الكلسايت ساندستون يكون هنا الكربونيت، بالنسبه للكربونيت عاده يكون الانتر والانترا البروستي. عرفنا والانتر كريستالاين معناه ان احنا ما عندناش فوسلس، والمولدك زي ما قلنا هي عباره عن الطبعه الموجوده للفوسل وتصير لها عمليه اذابه. Ways of recovering oil and gas from the reservoir. من عملية طرق أو طرق الانتعاش بالنسبة للنفط والغاز من الريزرفوارز. طبعا الكورس هذا أو ما يعرف بالـ Enhanced Oil Recovery، هذا ممكن بعد نجول الكلية
حتاخذ الكورس هذا اسمه انهانسد اوير ريكفري. طبعا الكورس هذا خاص بعمليه الانتعاش للبير. شنو معناه انهانسد اوير ريكفري؟ هي عباره عن زياده في كميه النفط المنتج بعد انخفاض في الضغط المكمن. نحن عارفين النفط بعد ما يطلع تلقى نفس نتيجه الضغط الموجود في المكمن. بعد ما ضغط المكمن هذا يقل حتقل الانتاجيه، لذلك نحن لابد ندور عمليات اصطناعيه مش نعوضه مكان الضغط او مكان البريشرز اللي كان موجود في ريزرفوارهم فقد. عندنا عده طرق حنجوهم توا ان شاء الله. الطرق هذه هي عمليه اصطناعيه لرفع سواء كان الغاز او لرفع النفط، يعني خلينا نقول نحن بتروليوم بصفه عامه، يعني بنقول بتروليوم انا نحكي نحن على اويل ونحكي على غاز. نجو الطرق التالي. رقم واحد عندنا البرايمري ريكفري. البرايمري ريكفري معناه مقصود به هي الطريقه الاوليه. هي عندنا هي الديفلوبمنت ويلز ار اول بروديوسرز نورمال فور غاز بات بور فور اويل، تقريبا من 5 الى 12% من الريكفري. طبعا البرايمري ريكفري معناه ان البير ينتج نفسه بنفسه، يعني معناه ناتشرال برودكشن، يعني ان البير ينتج من الضغط نفس اللي نفس الموجود في مكمن النفط. يعني بعد ما نقول برايمري معناه ان البير ينتج من الضغط المنتج او من البير نفسه بدون اي عمليه اصطناعيه. نجو النوع الثاني السكندري. السكندري هو عاده يكون شنو باي فلويد ديسبليسمنت، يعني عمليه ازاحه للفلويدز هو عاده يكون. But some development wells inject water or gas into the reservoir. Good for oil 30 to 40% recovery. يعني عندنا secondary recovery هي الطريقة الثانوية، وهي عادة تكون يعني fluid displacement، هي عبارة عن إزاحة الفلويدز. السكندري زي ما قلنا بعد ما نخشوا في السكندري معناه ان عندي البريشرز او الانرجي اللي موجود في الريزرفوار انخفض نتيجه something wrong صاير عندي. بعد ما ينخفض معناه لابد ان احنا نخش تو في السكندري ريكفري. السكندري ريكفري هي عمليه طرق او نسمو فيها زي ما نقول نحن طرق اصطناعيه. العمليه اما يكون بالووتر انجكشن الحق، اما يكون بالماء الموجود في المكمن النفطي او موجود بالغاز بالغاز كان. هذا هو السكندري. بدك تزيد عمليه الانجكشنز، وعمليه الانجكشنز هذه اما طبعا نحن نفضل طبعا بالووتر افضل، لان الووتر لان الدنس نتاعها اكثر من النفط، وبذلك طبعا نحن عارفين الحاجه القويه ديما تقدر تشيل حاجه اقل منها، ان الافضل ديما الانجكشنز يكون بالووتر نتيجه الدنسيتي او كثافه الميه اكثر من كثافه النفط، بذلك عمليه الاخراج النفط من المكمن النفطي الى الابار المنتجه تكون ممكن اسهل في الووتر ووتر انجكشن. طبعا هي عمليه تجريب، هم طبعا هي مش ما فيش حاجه ثابته سواء بالووتر ولا بالغاز، هم اول ما شيء يجربوا بالووتر، اذا كان ما صارش بالووتر حيجوا المرحله الثانيه هي بالغاز انجكشن، اذا كان ما صارش بالغاز انجكشن هم حيجوا المرحله الثالثه. المرحله الثالثه هي عن طريق طبعا الستيمز او عن طريق السي او 2 او عن طريق الكربون دي اوكسايد. يعني الانجكشنز حيكون في الصب، يعني الانجكشنز حيكون بالكربون دي اوكسايد طبعا في او بالستيم بالبخار. وطبعا هو هذه الطريقه الثالثه يعني تعتبر افضل طريقه، افضل من الثاني، لكن المشكله ان شنو ان هي مكلفه، ومش اي شركه طبعا تدي لك عمليه الانجكشنز خاصه بالكربون ديوكسيد او بالستيم. في شركات معينه هن اللي يديرن فيه وطبعا فيري اكسبنسيف، لكن هو نحن افضل شيء هم عاده اللي موجود هم عاده زي ما عندنا هنا في الحقل النافوره في الديفلوبمنت مولدز، هم يديروا في عمليه الانجكشنز هنا نتيجه يديروا فيه بالووتر، يعني بالووتر انجكشنز بالووتر اللي موجود نفسه فيه المكمن النفطي. تو نجو معناه نقول شنو هن انواع الريكفري تكنيكس. السؤال هنا ممكن نسالك سؤال، وات ار ذا تايمز اوف ريكفري تكنيكس؟ قول لي عندي طرق الانتعاش الاولي. رقم واحد هي البرايمري ريكفري. جو رقم اثنين عندنا السكندري ريكفري هي طرق الانتعاش الثانوي، ورقم ثلاثه عندنا التيرشري ريكفري هي طرق الانتعاش الثلاثي. عندنا هنا اكسرسايز، هنا التمارين.
reservoir or not reservoir. هنا يعطيني مجموعة من الصخور ونحن لابد نقول هل الصخور هذين يصلح كمكمن نفطي أو ما يصلحش كمكمن نفطي. طبعا وعندي two tables هنا لوطة أو فراغين مربعين. المربع الأول ممكن نكتبه فيه الصخور يصلح كمكمن نفطي والصخور لا يصلح كمكمن نفطي. تمام، نجو الصخر الأول. الصخر الأول نحن عندنا هو صخر الساندستون. الساندستون هو عبارة عن صخر رسوبي وفتاتي، والساندستون يتميز ديما نحن زي ما قلنا بالهاي بوروستي والهاي بيرميبلتي. إذا الصخر هذا يصلح كصخر رزفوار لأن صخر رسوبي، أن المسامية والنفادية تكون فيه عالية جدا، وأهم من شروط الصخور الرزفوار أن المكمن النفطي يتميز بالمسامية والنفادية عالية جدا، مش نقدر احنا ننتجو منها. الساندستون عند الخصائص هذينا، وبذلك ما دام عند الخصائص هذينا يصلح كصخر مكمن. هذا بالنسبة للساندستون. نجو الصخر الثاني، عندنا الشيل. الشيل طبعا هو صخر رسوبي وفتاتي نفس الوقت، نوع فتاتي، ونحن عارفين الصخور الرسوبية هي صخور ناتجة من عملية الويذرنج والإيروجن من الصخور النارية، بعدين صارت عملية الإلكتروفيكيشن التصلب وأعطاني الصخور الرسوبية. والصخور الرسوبية عندها عديد من الأنواع، عندها صخور رسوبية فتاتية وعندها صخور رسوبية عضوية وغير عضوية. بالنسبة الشيء اللي يعتبر من الصخور الرسوبية الفتاتية، الشيء اللي يتميز بأن حجم الحبيبي صغير جدا، ويتميز بالمسامية عالية والنفادية أقل، وأيضا يتميز أنه هو عادة غني بالأورجانيك ماترز، غني بالمواد العضوية. ونحن عارفين الشيء عادة ديما ثلاث ألوان، في اليلو وفي الجرين وفي البلاك. أفضل فين واحد هو كسور ستروك هو البلاك. البلاك لأنه هو قاعد في بيئة غير مؤكسدة، في بيئة ريديوسينج، وبذلك محتفظ بالأورجانيك ماتر والمادة العضوية، والمادة العضوية هذه بعدين تعطيني كيروجين، من كيروجين بعدين تعطيني أويل بعد ما يصير عملية المايجريشن من السور ستروك إلى ريزرفوار روك. نجو توا الصخر الشيل. الصخر الشيل لا يصلح أو أن يكون صخر أن يكون صخر مكمن، هو يعتبر صخر مصدر. نجو لايمستون. لايمستون هذا عبارة عن صخر كربونيت من الكربونيت روكس، يعني الكربونيت روكس سواء كان عضوي أو غير عضوي طبعا. واللايمستون يتميز نفس الشيء بالمسامية والنفادية عالية جدا، بذلك نقدر أن نقول عليه أن الصخر هذا يعتبر من الرزفوار روكس. نجو الصخر اللي بعده، السلط. السلط هو الأملاح. الأملاح يعني زي ما نحن خذينا في أنواع من القبب الملحية، القبب الملحية هذينا ممكن يكون كتراب أو ممكن يكون ككاب روكس، لأن بعد ما نقوله نحن يصبح يعني هو أول حاجة هو صخر يعتبر من صخور المتبخرات، بالصخور ينتج عملية التبخر. وعادة نقوه في بيئة ترسيبية، عادة زي ما نحن عارفين أن البيئة دي ما تكون في بيئة لاجون أو بيئة مسكرة، وتعتبر هو يعني يتميز بأن هو دي معناته يكون صخر، ممكن يكون صخر غطاء أمبو، لأنه هو متميز بصخر ماهوش صخر رزفوار، لأنه هو ما يملكش بورس وبيربيت. وتاني حاجة أنه عادة المرض دي ما يكون في شالو، ما يكونش عادة هو يتكون دي. نجو الدولومايت. الدولومايت هو عبارة عن صخر رسوبي، كذلك صخر رسوبي عضوي أو غير عضوي، طبعا هذا يعتمد. والصخر الدولومايت يتميز بأن مسامية ونفادية عالية، بذلك ممكن نحن نحطه في خانة الرزفوار روكس. الأنهيدرايت حتى هو يعتبر من الصخور المتبخرات، هو نتيجة عملية التبخر. طبعا هو قبل ما يكون أنهيدرايت كين جبسم، الجبسم هذا يتكون في الشلو، والأنهيدرايت هذا يتكون ديب. والتركيب الكيميائي هو عبارة عن هيدروس كالسيوم سلفيت، يعني هو عبارة عن كالسيوم سلفيت وفيه مية. بعد ما تصير عملية كومباكشن وتصير عملية الدفن، تطلع المية من صخر الجبسم ويتغير إلى صخر أنهيدرايت. أنهيدرايت هو عبارة عن كالسيوم سلفيت، الجبسم هو عبارة عن هيدروس كالسيوم سلفيت.
الانهيدرايت هذا يعتبر طبعا يتميز بصخر المكمن، لانه هو ما يمتلكش بروستي وبيرمبلتي، هو يتميز عاده يكون صخر غطاء. وصخر الغطاء زي ما هذا ممكن نعطيك مثال على الحقل الغني. الحقل الغني طبعا الريزرفوار اللي موجود فيه غادي هو عباره عن دولومايت، والكابروكس هو عباره عن الانهيدرايت. نجيب الكول هذا طبعا عارفين ان احنا نفحم، هذا طبعا ما يصلحش هو كريزرفوار بالنسبه للكول. نجيب اخر شيء عندنا الجرانايت. الجرانايت هذا يعتبر من الصخور الناريه، نوعه طبعا هو بلاك تونيك، عاده يتكون في السب سيرفس ما يتكونش على السيرفس. الجرانايت هنا التكشرز او حجم الجرين سايز عاده الجرينز يكون كبير، لان نتيجه عمليه السلو كولينج، وبذلك الجرانايت يصبح ريزرفوار روك، لان زي ما قلنا نحن عندنا حقل النافوره ان المكمن النفطي هو عباره عن صخر ناري. قلنا من صخور ان الهارد روكس عاده ما عندناش مسامير ونفاديه، لكن ممكن يكون عنده فراكشرز او جوينتس، وفراكشرز جوينتس هنا يحل محل البروستي، بذلك ان الاويل والبتروليوم كله الاويل او الغاز عاده تلقاه وين موجود في الفراكشرز، لان الفراكشرز هنا حل محل بروستي. الجو عندنا الروك بروبرتيز، شنو من خواص الصخور؟ اول حاجه عندنا الانتروداكشن مقسمه طبعا الى عده تقاسيم. هناخد المقدمه، هناخد البروستي، ونتعرف على البروستي شنو هن انواع البروستي وشنو هن تعريف البروستي. هذا بالنسبه للبروستي. نجو الشيء الثاني عندنا البيرميبيليتي، هنعرف شنو هي البيرميبيليتي وشنو انواع عندنا نحن البيرميبيليتي، كم نوع من البيرميبيليتي. نجو النوع الثالث عندنا الساتوريشن التشبع، عندنا حاجه يسموها فيها الاوي ساتوريشن، وعندنا الجاز ساتوريشن، وعندنا الووتر ساتوريشن. حنعرفوا كل فين واحد شنو هو المقصود بالساتوريشن. عندنا الويتابيليتي، الويتابيليتي هو مقصود بها التبلل للروكس للصخور. وعندنا السيرفيس اند انترفيسز تنشن، عندنا الليكويد عاده الموجود في السيرفيس او في السب سيرفيس بالنسبه للجرينز نفسها. وعندنا كيلابيري بريشر، وعندنا روك كومبريش او الكومبريسبيلتي. الكومبريسبيلتي هنا عندنا الكومبريسبيلتي هنا الكومباكشنز اللي يصير في الصخور هذينا، ان شاء الله هذينا حناخذوهم في المحاضره الجاية او في النكست ليكتشرز. حناخذ البروستي، حناخذ البيرميبيلتي، حناخذ الساتوريشن والويتابيلتي. يعني حتكون محاضرات مقسمه الى عده تقاسيم على حسب على حسب الرنج بالنسبه للساعه، وعلى حسب المحاضره، وعلى حسب قدره استوعاب الطالب. يعني عاده المحاضره ما تكونش اقل من نص ساعه. ان شاء الله عندي محاضره اليوم حنقدر اكتفينا في المحاضره. يعني خذينا نحن زي ما قلنا مقدمه بسيطه على البروستي بالنسبه للكلاستيك، وخذينا على انواع الريكفري، وخذينا شنو الصخور ممكن نحن نستفيد فيه كمكمن نفطي او غير مكمن نفطي. والصوره هذه تعتبر مهم جدا بالنسبه للاكسرسايز. الاكسرسايز واحد انا حنجيب لك مجموعه صخور ونقول لك اين من الصخور التالي يصبح كمكمن نفطي او صخر يصلح غير مكمن نفطي. يعني غير مكمن نفطي ممكن يكون سورس روك، وممكن يكون كامروك. وبعدين جينا اخر شيء وقفتنا عند الخواص الصخور، هنا قلنا هذينا حيكون ان شاء الله باذن الله تعالى في المحاضره القادمه.